على هامش مشاركة سيادته في قمة الجي 7 بيارتس فرنسا، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. تناول اللقاء العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن التنسيق والتعاون القائم بينهما للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، والحرص على تكثيف وتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة.